سنة ما عليكم زود جميع من حفر الباطن. تبي أكمل؟ اليوم كثير. روح 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 يا مشعل كمل روح. طبعا يا رب لك الحمد، شاعر، لاعب خفة، مقدم، بتاكل. طيب ابيك تحول لي فهد بعيان بالله يا مشعل. شنو تبي يصير؟ ابغاك كثير وابدا. هو قبل اي فالحمد لله يعني المواهب عديده على قولتهم، وباذن الله بكل مكان تلقوني جوكر على القولتهم. ومن ناحيه رياليتي اقطر مشعل يا حبيبي. تفضل سعود طلب منك تحولني الضفدع. تحولني الضفدع. انت صمالتي يا ولد فهد. لاعب خفه. لاعب خفه. طيب لاعب خفه. لا صعب وضح نقطه انه لاعب خفه ورق. بس ورق. ورق. ايه. تبعت ورق. يلا حولك. تلعب بلوت انت. هلا. ايش فيه؟ ايش السؤال؟ سألني تلعب بلود قلت هلا هلا وبس. طيب مشعل عطنا قصيدة. ابشر. يقول لا تنشدوني يا عرب ليه ما نام، اشرح من الضيقة واغير مكاني، مهما كتبت ولو جفن الاقلام، هذا الزمن والله ما هو زماني، انا اشهد ان الضيق يهدم لها احلام، يهدم جميع اللي بنيت بثواني، لكن عساه يروح مع مر الايام، لاني تعبت اشقب حياتي واعاني. سلامتك. الله مشعل. سم. تزعل من النقد مشعل؟ لا بلا. انا اخر شيء احس انك حساس انا. لا والله. ايش قلت؟ لاني تعبت ايش؟ اشقب حياتي واعاني. اها. انا احس انك حساس يا مشعل. لا والله اخر واحد اشقب الدنيا. صدق والله؟ مره. فهد ايش رايك؟ بدون احساس انت. ها؟ بدون احساس. لا عاد مو بدون احساس. ها؟ بس يعني ازعل نادر يعني. وما نزعل به من سالفه النقد. لا والله عادي بالعكس، في نقد اصلا يخليك تبدع اكثر واكثر. طيب مشعل 21 سنه واعاني وضيقه، وش قابلت في حياتك توك؟ ما قلت بسم الله الرحمن، توك ما حط رجلك على قولتهم. لا والله جربت اشياء كثيره. ايش جربت؟ لكن الشاعر ترى لازم يصير عنده ضيقه، لازم يرافق الضيقه على قولتهم. انت تحب انت يا مشعل؟ لا اجل ما انفرقت. طيب لازم افراق من الحب ولا لا؟ لا عادي افراق. تعجبك سيارته يبي الورق. ليش ما تسردني؟ طيب ما عندك شيء؟ انت تعاني من شيء؟ لا تبغى قصيدة ثانيه؟ لا 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 انت تقول زد عانيت من حاجه صح؟ اشياء. طيب نبي شيء من الاشياء هذه. ما عاد اشياء خاص. بنشرت سيارته يمكن تسطح موترك. لا بعدين كرة طارت. لازم رافق الضيق ترى. مستحيل ما في شاعر مكتب عن الضيق. يعني انت شوف دقيقة، انت كاتب عشان الشعراء يكتبون الضيقة؟ ما مريت. لا ما لي شغل. لا والله. ها بس على اشياء مريت على ظروف يعني يمكن، بس اشياء خاصة ما ودي اقولها. الله يسر امورك. انا اكتفيت. الله يبعد عنك الضيقة يا مشعل. امين. ومن يقول يا رب اكتب عن الفرح. كل جانب مواصل يعني. شوف مشعل اكتب عن الفرح ترى الانسان. ممكن. والله اصلا الفرح يوم شفت وجهك قسم بالله انه شرف ورب الكعبه. الله يسلمك يا حبيبي. لان من كتب عن الفرح سيفرح، ومن كتب عن الضيق سيضيق صدره. صح. اجل الله صدقت. سلك وفقك الله. وفقك لا الله. لا صدقت قلت. يلا شكرا. يعطيكم العافيه. يا مرحبا يا حبيبي. يا اخوان ما في قحطاني يشارك. ايش ذا كل عتيبي شمري عتيبي شمري؟ نبغى قحطاني. ابونا قحطاني جار. ايش كل اختيار عندك انت اليوم اللي جايب؟ كلهم عن طريقك انت. الله صحيح. طيب يا اخي في واحد هنا بس ما يوصل له اللي هو غير متاح الان، ما ادري ليش داخل حد. ما ادري اخذ مشعل يا ربع ترى والله شفت اللي ما يقدر يعطينا سالفه ولا يصرفنا. دقيقه بس خلوكم معي دقيقه اتاكد من اعتقد احنا اكتفينا اليوم ان شاء الله. انا بجيكم دقيقه. بعدين يا الربع فيها على طاري اكثرهم ولا تحرجوه ولا مدري ايش الربع بيجيهم قومه وقعده. والله الواحد يجي يطبطب عليه. انا اقسم بالله بيجيهم قومه وقعده يا الربع. بكره بيقفل عليهم قسم بالله انه يتمنى هالكلام يجيه، يتمنى احد يفلم فيه. بكره انتم
في بعضكم طعمك والله اللي يجيهم ناس سب يسب ليني يموت هذاك. وكنت احنا نلعبوا في نفس اقسم بالله رحنا فيها وقفت على واحد طلع عمرك حساس لازم انك تجلد عشان تشوف مداها بعيد ولا قريب. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا مرحبا. مسيت بخير. هلا يا ابوي. هلا حياك الله يا باه كيف حالك؟ الله يبجيك خير ان الحمد لله. من اي القبائل؟ دوسري طال عمرك. ونعم عليك زود. عرفنا بحال. الاسم ظافر بن محماس الدوسري. نعم ونعم عليك زود من منطقه الرياض. كم عمرك؟ العمر 24 سنه. متوظف؟ مالك لو عاطل. ايش جاي تقدم يا ضافر؟ والله جاي نقدم اطلع ولا وش اطلع انا اروح انت روحت انا بقى حكم ضافر طيب جيك شي بضحكون ما ادري عنهم قالوا طق وطقيت مح طقيت ايش ما ادري يقولون طق طق يعني ايش يعني اركز رجلك رحت انحاك وانت رحت وانا رحت مح كل ما قال لك الرجل شيء تروح اللي ما يدل ما ينجا ها اللي ما يدل ما ينجا قال روح رحت وانت اي واحد يسمع يقطح في النار تروح تطيح في النار لا عاد النار ميت واحد يكون يا ظافر يعني يكون رزين هادي يعرف مصلحته يعرف الشيء الصح والغلط والله ما ندري ما عاد تامن يا ظافر انت تتابع برامج واقع لا والله ما تابعها ليش قدمت احد قال قدمت نبي على ما قال السوالف ونبي ندب الريع مع الرجيل ونبي تعرفت فيها سوالف طلع لك سوالف سوالف ما بهطره من سوالف ربعك وبنعم صحيح لكن عاد معرفه رجال تجاره نبي نبلع مع الرجيل ما بتعين ما تقدر تتعرف على الرجيل الا في برامج واقع نبي ندب الريع ونبي الشهرات ونبي الدراهم ونبي عاطلي نوع على حديده اعطيك الصوت خلص اي خلص اي بالله واضح طيب ايش جاي تقدم ما دامك تبغى الشهرة تبغى الدراهم؟ ايش الشيء اللي بقدمه؟ والله الشهرة والدراهم والله شوف لا به لا قصيدي حضر ولا به سوالف انت حضر طيب ليش نقبلك؟ السوالف ما عليك تجي السوالف تجي هل انت تكملة عدد بتكون؟ ما بتكملة عدد ان شاء الله الا ان شاء الله ببرز نفسي كيف؟ بالسوالف الزينة لا به يمكن بطق ها؟ يمكن يبرز نفسه بالنحش الزبنات. يمكن كلش بحصل كيف بالسوالف يعني قصص ولا قصص ولا سوالف معزز يعني لخوياك ولا... الناجحين اللي عندهم قصص وسوالف وصايد معزز لهم بيعززونا والدنيا ساعة ان شاء الله اطلع سالفتك يا اخي سالفة طفشانين يا اخي والله يا اخوك اني قايم من الصباح وانتظر ذا البث وقديت طيب سالفة واحدة سالفتك يا اخي واحدة واحدة بس واحد حرمني ما عاد احتال ولا يحضرني شيء من السوالف يا هو احتي قصه بس قصه بس اخوك انا وانا اجيبها من عاد لا من بس ايش طيب في حكمه دارجه طبعا ذكرها الكاتب علي البسامي في كتاب امثال دارجه في جزيره العرب يقول ان احد الكبار السن كان يقول من لم يكن فيه من الحمار اكاد لكم الله ثلاث لا 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 تخطئ وش هو كان يقول الكاتب ان اهل الجزيره قديما كانوا يقولون من لم يوجد فيه ثلاث صفات من الحمار ما هو برجع ايش الصفات ما هو برجع اللي يداني طوال لا ها هذه صفات الحمار يداني طوال لا لا ابعد السؤال ها اسلم شغل الاغاني تكفى اللي يعرف لي وصفه زين اسمع هو يقول الرجال اللي ما فيه ثلاث صفات من الحمار ما هو برجع يا من يداني طوال نعرف انه رجال يا من طوال يا ولد فهمت السؤال يا ظافر والله يا اخوك كاتب عليك لا بالله ما فهمته طيب يقولون الرجال اللي ما فيه ثلاث صفات ما اخذها من الحمار ما هو برجال يا بالله ما برجال يا بالله ما برجال يا بالله ما برجال ها يا اخوك لاحقني صرف اليوم ولا اني بسمع زين يا احمد سؤالي واضح انا صح؟ واضح جدا واضح جدا واضح أنا عشان شبعان نوم ومستانس وانا يا اخوك سهران والله ما عاد ادري لا لا وقف انا ماني بشبعان نوم كلنا مداومين اليوم الصباح انا بعد
انا مش انا جايك ماسك الخط 600 كيلو الان انا يا رجال تعبان تعبان طيب. بعيد السؤال اذا ما جاوبت عليه ما بتقبل ها ويش الان الرجال ها اللي ما اكتسب اخذ ثلاث صفات من الحمار ما هو برجع ما رجل ما تبي تاخذ الصفات من الحمار الا كان الحمل وال صح الاول الحمل والثاني ايش اللي يعرف دربه ايوه ما ندري عاد واللي يميز ايش والله زين فهم فهم صح اللي يقولون اللي ما عنده من الحمار ثلاث صفات ما هو برجع اللي يشل الحمل واللي يعرف دربه واللي يميز شربه واللي ما يشربه ها ايوه يعني طلعت تعرفها بس تسوي انك تستغبي لا والله علي الحرم ما اعرفها يمكن احد غششه ولا غششني الا والله الكومنت غش لا الكومنت الكومنت والله علي الحرم ما ادري عن الكومنت لا لا, لا يعني يا ضاف نقدر انت تقنعهم بالله نقدر نقول ان الجمهور بدا يحركك من بدري الناس صاروا يحركونك والله علي الحرم انها ما نزلت عين الكومنت اعلمك تدري يا سعود هذا من الاشخاص اللي بيتغير على اخوياه عشان الجمهور واضح الجمهور بيغيره وي ليه غير واضح جدا الرجال اللي قاعد نصابي ما هو متغير وده بجمهوره ولا بغيره سمعنا كلام وايد زي كذا بس في النهايه يغير كلنا منافس اللي لو واحد غلط عليك يا باطل شو تسوي لو واحد غلط عليك نظريا غلط علي فيه ثلاث ساعات ولا اشتكي ولا اللي هو اروح اشوف عمر المشاكل الرجال معه محامي دق على محامي نخليه يتولى القضيه اكيد يعني بحط بالسهوله ذي الحمد لله احنا في امان احنا في امان بدق على 9 ساعات واقول تفهموا معي الرجال هي ما عاد فيه ليه ما عاد فيه الا فيه تغير الحين 911 شكل اللي هو بس انه اهم شيء ان نتواصل مع حكومه ان قلت تولى جودة اشوف له صفه الرجال لفظيا ما قال لك شيء يعني اخطا عليك لو جاء واحد قال تهبى تروح تشتكي تقول هذا قال لي تهبى تهبى ذي حقت عتبان ما يعني يحب قال لك اذلف تروح تشتكي لا هذه هذا كلام الكلام اللي تصير لو جيت انا كلمت عادي دقيقه في لوكيشن انا وفهد زين ها انا وفهد في لوكيشن متسابقين معك ها جيتنا ها قلت اذلف وراك ما انا بنسولف معك لا اذلف وراك بدبر بروح ها كذا بس نقص من حسابي شيء ولا مت ما قف في ورو الدعوه بسيطه امر الله سعى اسمعنا طيب من بكره ها تجي تجلس معنا من بكره هنا دعيتوني جيتكم لبيت الطلب هنا عرضتوني الباب احترام ظافر انك ما شاء الله مطيع يعني اذا قالك الرجل رح رحت لا ماني مطيع اذا قالك تعال جيت لا بالله ماني مطيع اللي عارف لي اللي مو لي ها لا بالله ماني مطيع ها انت لا تقوم تلغمها وتلغوصها ما لك والله انا عادي الا والله لا فيها لغوصه ذي فيها الحمد ضب لا 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 تصير طني ظافر لا 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 لك التقدير والله والله لا ابدا والله ما اقصد فيها شيء بس انا اقصد انت هل انت تعتقد انك لطيف جدا مع ان شخصيتك واضح انك يعني سريع الغضب احنا نعرف ترى بس انك تحاول تظهر انك لطيف انا اذا قال لي روح بروح لا ما انت برايح واضح انك تاخذ حق ما هو ان شاء الله مو بحاصل ان ما عاد بنتدارك الرجال يمسك اعصابه هل مسكناها ولا ضرب من الباب ولا مثاليه هلا بجامل بروح عشان وجه على ما قال مرقت وجهي صل على النبي صل على النبي صل على النبي تبغى صدق يا ظافر يعني انا 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 مسؤول عن قناه مكلفه مكلفه ملايين الملايين وعندي بث وعندي طاقم عمل ليش بقى اقبل واحد ما يعرف ما عنده قسم ولا عنده سافر ولا هو منشد ولا هو رسام ولا هو فنان ولا عنده اي موهبه نفسيه بعد ونفسيه نفسيه نفسيه الرجال يا من النفسيه ها رجال ما قال شيء يقول انا اذا قالوا ايش عنهم يا ولد ابهتوك على طول قالوا انك نفسيه والله اني بنفسيه اي والله انا ليش بقبلك يعني ما ها انت الحين عطنا قصيتي ولا عطنا شيء خلنا نضحك ولا عطنا سالفه ولا عطنا نكته بنضحك عادي والله لا والله لا اسولف لك يعني يا ضابر انت بس جاي تضحك حط حط جايين ننبسط ونسولف ان جات سالفه كذا عطنا سالفه ثانيه وفي نفس الموضوع ها اخذ وعط ضابر ضابر ابي اسالك سؤال اخير سم لك في السوشيال ميديا انت نزلت لك مقاطع وش محتواك ولا توك داخل والله انا بنزل مقاطع ولا انا لكني انا ما قال سوالف طيب تصور مع ناس من اخوياك يحبون التصوير يصورونك واجد اي بالله يصورون واجد يصورونك انت ماخذينك محتوى ماخذيني محتوى اهم شيء بس انهم مبسطين ويسولفون ويضحكون ما في مشكله وهم اخويا لهم بعيدين
طيب على ما قال عظم الرقبة. طيب الله يحفظكم ويخليكم. طيب باهر احنا الان جالسين مع بعض اعتبرنا في جلسة ها؟ ها افتح موضوع يلا بنسولف احنا سوا. بنسولف؟ افتح موضوع. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم. انتم كيف حالكم؟ خير الحمد لله. شفتوا صفقات الدوري السعودي؟ وش رايك انت؟ ايش رايك؟ والله اني اشوف انا ثقه. ما شاء الله ثقه مره والله. والله كويسه الصفقات السعوديه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله جاذبين السياح وجاذبين والامور ان شاء الله متيسره. توقع ان السالفه دي جاذبه وانها ممتعه؟ في سوالف على ما كوره وما كوره، هذه السوالف العامه العابره. شيء بسيط الحكي. الله يطول. الله يوفقك يا ظافر. انا والله يا ابو عبد الله اكتفيت، ما ادري عاد. شكرا لك ظافر، الله يعطيك الصحه. انا ما ادري حي وانت كوف ويا بعد. شخصيه حلوه ظافر، الله يوفقك يا رب. اللهم امين. الله يوفقك ان شاء الله. الله يوفقنا وياك. انا كيف اظهر بعد ما تعرف؟ لا يمكن لازم تقول اطلع يا احمد. اطلع هلا ظهرنا هنا. انا ما اعرف يلا كيف اسا ظافر عندك مكتوب مضيفين وين؟ يمين ويسار؟ يمين. ايه اضغط عليه. طيب سوي لك سلف الزاويه يسار. ايه وصل وصل طمان الله. تمسوا على خير. الله يحفظك ان شاء الله. طيب فهد وين راح؟ اتوقع انه جيته حلوة. لا جدا، بس انك صار سوى مثالي. هو يعتقد بعض يعتقد انه اذا دعم مثاليا انه كويس، ان اذا جاء قالوا لي اخوياي كذا بقول خلاص اوكي. لازم شو لابد ابو عبد الله الواحد يبحر فيها لاجل انه يطلع به. بس ترى يعني مرات الواحد سبحان الله مرات شف تدري شو صدمه ابو عبد الله؟ انك اذا جيت هنا بشخصيه حلوه ولا جيت في الشاشه شخصيتك تختلف. هذه مصيبه. ايش سببها احمد؟ انا اعلمك سببها. سببها طال عمرك بعضهم يفكر انه لا جاء ودخل ان انا عجبت قدام اللجنه وشافني كم كومنت وقال الرجال هذا كفو بيضحكنا ودخلت زين. تعرف الجوالات لابد انها مرات تكون فيه مرور جوالات، فادخل القى ان فلان النجم اكتم. انا داخليا انا ترى انكتم. انا شلون اطلع؟ شلون هذا هو افضل مني؟ مو افضل مني، اكتم فاضي. اضرب الجدران قطع، اضرب الجدار هذا ابي اطلع باللي هيبه، يمكن اسبب مشكله، يمكن اخرب على نفسي في شيء. بعضهم من اللي يضبط وضعه؟ اللي ياخذها بالتزام، يقول ان الرتم عندي منخفض ابى اطلع بسياستي. هذه هي طال عمرك، اما بسالفه زينه، اما بالريليتي زين، اما بشيء على ما قال يطلع للناس يحبونه، وفي النهايه توفيق. فهد مقفل قستاتي الربع، قفل فهد. مدري وين فهد؟ عندي انا مقفل. شوف عندك ابو عبد الله مو موجود، تم ايقاف الدعوات من عنده. بس لكن انا مؤمن بشيء، ان الواقعيه الشخصيه اللي تنجمها دايم يعيش. واعتقد ايضا بعد ما هو بيعيش اعتقد ان تاثير الزملاء او تاثير خويا عليه بيكون قوي. يعني في ناس ابو عبد الله بحدث الشاشه يساعدون خوياهم على التنجيم جاي ما جاء. اسلم ابو عبد الله يا فهد غير متاح. شو الدبره؟ ما ضبط. قولوا لفهد ما ضبط. مو موقف الدعوات. ايه هذا مشكلة التيك توك مرات انه يكون فيه بعض من التعليقات رأيي. هذا شو طلبات خمس مضيفين ذولي اللي لا بعضهم يمكن ما قدم. انا بتأكد دقيقة بطلع اشوفهم. يلا يا بودر يا مرحبا يا الربع. والله اني تعبان اقسم بالله اني صادق. والله اني تراي تعبان بالحيل. والله اني تعبان ولا نمت زين اليوم. جايكم الخط
وعلوم نصلحها، لكن إن شاء الله ييسر الأمور. فهد وينه؟ حدثت عبد الله؟ غير متصل الآن فهد. بحدث دقيقة، بحدث عندي. إخوان اللي جايين التقديم لازال مستمر ومفتوح. ارسل المعلن في حساب القناة وزي ما حربي إن شاء الله. تسجيل في برامج قناة طول السنة يكون في زي الداتا لنجوم بداية، ستتاح الفرصة لهم إن شاء الله للمشاركة في برامج بداية القادمة كلها بحول الله تعالى. التقديم مفتوح، أتمنى لكم التوفيق يا رب، والله يكتب لكم الخير إن شاء الله. أرسلت البعد أقبل. طيب فهد داخل والله يقلع بيسك. لا غلط، أقبل أقبل يا فهد، أقبل أقبل. إيه هذا هو فهد. إيش سويت يا فهد؟ يا أخي علق عندي يا سعود الله يخليك لي. طيب يلا الآن ما يقبل أحد. تفضل. سلام. السلام ورحمة الله وبركاته. الله حيهم. الله يبقيك. طيب يا ولد من الساعة 11 دورت. شلون؟ أقول لازم تنتظر يا صمد. شو سوي؟ انتظرت. هذا عندك ما. شلونك؟ بس أنت زعلت وكلمت، تراك أنت زعلت وكلمت الموعد وسويت زعلة وقعدت. لا والله أنا بعلمك. قال لي الساعة 9. إي. ورحت جهزت الكرسي الفخم والقهوة وكل شيء عشان تصير جلسة كذا حلوة. قال لي الساعة 11 وأنا أروح مكان ثاني عند الشباب وخيانا. أبعد عني أنت. عشان ما تطلع يمكن يختارونك أنت ويخلوني أنا. وعد الحين صح صح تشوى. مستعدين. طيب. عرفنا على نفسك عبد الصمد. انا عبد الصمد عبد الرحمن الشتوي. نعم من القصيم مالك زود، معلم وما زلت اتعلم والحياه حلوه ان شاء الله. الصمد يقول سام ايش تقول؟ كم عمرك؟ كم عمرك فهد؟ فهد ايش تقول؟ كم عمرك؟ العمر ولا كبير. طيب خليكم من العمر. طيب عبد الصمد انت تقول انك زعلت. لا ما زعلت. لا لا ما زعلت بس اني بينوم. انت معلم صح؟ معلم انت. معلم يكون عنده صبر ويقول نص يا احمد بالله شايب شايب. ايه المعلم يكون عنده صبر طويل يا عبد الصمد. تخريج تلاميذه ويتعب عشانه ما صبر ثلاث ساعات. عز الله اني صابر. لا مو ما اقصد كذا يا ابو رحيم. السالفة اني انا ما نمت فيكون مظهري قدامكم. إيه؟ يعني ما فيه شيء يعني يحمس، لابد اني اظهر مظهر حلو. طيب يلا الحين انت الحين مروق. روقت غصب يوم شفتكم خلاص الامور طيبة. يلا عطنا انت ما تكلمت الا جملة. معلم ما زال يتعلم سلوغن حقك هذا. طيب غيره يلا حمسنا. يلا حمسكم يعني وش عندي المواهب يا رجال؟ عندي ريليتي يعني احب السواليف وراوي قصص وليب الكشتات والطلعات راعي طبخ ويعني شيء صحيح. سام يقول انك طباخ. مو طباخ، شيف. شيف شيف ايه. طيب يا عبد الصمد عندك قدره انك تترك عيالك ودواماتك وامورك واغراضك وكشتات المده هذه كلها؟ اكيد انا ما قدمت اللي بترك ذولي كلهن وبنقلهن عندكم. بنصير عندكم بالقناه نكشت، نجيب العزبه نجيب الامور الزينه ونسولف عليكم. حتى وظيفتك؟ وظيفتي عادي بيصير لها ان شاء الله حل. لا ما نترك. طيب عبد الصمد دقيقه انت مثلت المجد. عبد الصمد مثلت المجد صح؟ اي فوق يمكن 12 مسلسل ما شاء الله تبارك الله. طيب فهد فهد بس عندي خيال شوي بعيشه مع عبد الصمد. تصمد انت الان تركت الجماعه كلهم وطلعت بتعيش حياه ثانيه زين ودخلت برنامج انقطعت علاقتك مع الجميع. حلوين. طيب طلعت من برنامج ما الله ما الله وفق هذا توفيق. والله رب إيه؟ ناس تطلع طعمرك عندها واحد ترجع معها واحد صح تدخل واحد ويطلع عنده ما هو شيء يحزن الشيء ذا يحزن يعني
إيه. ما الله أراد توفيق. أنت تدري أنا من على وقت الانستغرام وأنا أطارد أسوي مقاطع وأسوي تمثيل، ما ضربت، اشتغلت في اليوتيوب رحلات وفلوقات وشغل ما في فائدة، يعني ما أنا بجديد على الشغلة هذه. يعني أنت قديم في المجال ده؟ إيه، وجهت لما سناب ما في فائدة. حل. جيت بالتوك توك والحمد لله يعني انتقلت نقلة حلوة فيه جمهور. يعني لقيت مكانك في التوك توك؟ شلون؟ لقيت مكانك في التوك توك؟ أيوة الآن. لقيت مكاني في التوك توك الحين. طب ليش أترك مكانك تروح للقناة؟ مكان لقيت في التوك توك يعني؟ إيه الحين أنت تقول أنا لقيت مكانتي هنا في التوك توك. حلو. تدخل قناة تترك التوك توك ممكن يروح عليك التوك توك، ممكن يروح عليك كل شيء. لا ما يروح. أنت إذا كان عندك محتوى ما يروح عليك، بالعكس تثري محتواك تثري وبعد يجيك جمهور جديد يدعمك ويشوفك ويشوف ايش انت عندك قبل. الله يوفقك. ما نجحت يا عبد الصمد في التطبيقات اللي كلها، ما نجحت الا في التيك توك، والتيك توك عاده انا اعتقد انه ليس مقياس حقيقي للشهره، لانه التيك توك. لكن انت تقول ما نجحت في السناب، ما نجحت في الانستغرام، ما نجحت في اليوتيوب، ايش اللي خليك واثق انك بتنجح في البرامج الواقع؟ ممكن احصل مكاني عندكم انا برنامج الواقع. ايش عندك طيب؟ لان القناه اصلا هي الاساس انها ريليتي، يعني تؤدي ما عندك، تخليك تصير انت شخص يعني عش طبيعتك. الناس ترى تحب الطبيعه، وطبيعتي انا دائما حتى الناس اللي يجي على طبيعته ينجح ليس شرط. صح صدقت، هي توفيق. ممكن يعني في ناس يقبلونك وعلى طول يعني يدعمونك، يكون في نشر مقاطع لك مثلا محتواك فتطلع فوق. انت حظك توفيق الله. انا احس قبل الله سبحانه وتعالى مبعدني عن شيء، الان ممكن القى مجالي بهالقناه وانطلق، لان الصدق جمهور قناه بدايه جمهور ترى مو طبيعي عظيم، مو عشان قدامك ولا عشان جمهور، والله مو بسهل. يعني الشخص اللي عنده موهبه ولا عنده شيء يظهر بكل مكان. انت بس تعال تجلس عندنا بالقناه وابشر ان نشهرك ونطلعك للناس، بس انت استمر. طيب انا ما اعرفك، تمام، انت نجم ان شاء الله، انا ما اعرفك. ايش اللي خليني اليوم اقبلك عشان تجي عند الجمهور هذا او قناه بدايه وتظهر موهبتك؟ عطني جزء منها او اقنعني يعني عشان اقبلك. مشكلة شف، في بعض الناس يكون عنده موهبة الشعر، أنا بالشعر ما أعرف بالشعر، صوتي زين، أنا صوتي والله صفر. ممكن أنا أثري البرنامج بشيء ما يكون ظاهر قدامك، يمكن مع الوقت أنا أقدر أظهره للناس. وعود وهمية يا عبد الصمد، كلك الآن شوف، أنا أقدر أجي أقول لك لو عدد المواهب، أنا ما أعرف ألعب كورة ولا أعرف أصلح تلفزيون ولا اعرف افتح الدريشه لا عطني اللي تعرفه انت، لا تعطيني شيء انا في خلف اللي ممكن، عطنا الشيء الملموس اللي ممكن تقدمه، ورنا جزء منها او حاجه منها. طيب انا بسالك ابو عبد الله، سم تسلم، لو انت رجال تعينت في قريه ما فيها صرافات، حلو، وجيت لما القريه هذه وكنت ساكن، دورت سكن ما لقيت سكن، لقيت غرفة ما هي مليصة، عارف البعرصي؟ البعرصي ايه يدخل عليك، وجيت سكنت ومعك أغراضك ومعك كل شيء، أخوياك راحوا عنك 100 كيلو للديرة، طلعت أنت الصبح معك معلباتك، جايب معلبات وأغراض، أنت بتفطر، رحت أما البقالة اللي جنبك لقيت مصري عامل، سلمت عليه قلت له يا محمد ابي خبز، قال وين فلوسك؟ تدور ما في شيء، تكفى عطنا، قال انا ما عرفت دين، قال ما اعرف، قعدت احاول وادور بوكي واحصل لي 100 ريال متصفطه مقطعه، تمام، عطيتها العامل واخذت اغراضي. انت بالقصه هذه بتعرف قيمه الريال، يعني العامل ده ردك عن ريال خبز، وانت اذا شفت ريال حديد ولا شيء رميت راس ماله ريال ما يسوى،
عرفت؟ فهذه أبوصل لكم رسالة عن طريق قصة يعني. الله عليك يا رسالة. الله يعطيك العافية. ما وصلت الرسالة. الله يعطيك العافية يا ربي ما شاء الله. آمين. الفائدة هذه الفائدة. هذا رسالة واحد محمد يا أحمد لب القصة في البرايعصي. البرايعصي هو ترى عاني معاناة ترى. نعم أنا ممثل. عيشنا أجواء ما شاء الله. أنا ممثل يا أبو عبد الله. عادي كل في بيت كبرحت البقالة ما يحتاج غرفة وفي البر. استفاد اللي عندي هنا عبد الصمد. أنا أشكرك جدا لأن الناس اللي موجودة عندي الآن مستمتعين جدا في الفائدة. شكرا لك. هذا الرسالة اللي احنا نحتاجها يا عبود. الريالات انتبع عليه ابو يكرم نشتري خبز. شكرا لك عبد الصمد. مع السلامة. شكرا لك يا عبد الصمد يا حبيبي. شكرا عبد الصمد. مع السلامة. حياك الله. تلقاك مساء الخير. يا مرحبا. شو انا اطلع مع السلامة. كم باقي واحد فهد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. صباحكم الله بخير يا وجيه الخير. اسعد الله صباحكم واوقاتكم بكل خير يا هلا وسهلا. تفضلوا. تفضل انت. تفضل انت. لا وش اللي تفضلوا. تفضل انت تكلم. عيون خير احمد ترى متابعينك ورجال. طيب وش تتكلم. تفضل وش اللي تفضلوا ليه؟ يا ركان سم مين داخل على الثاني؟ احنا داخلين عليك ولا داخل علينا؟ لا والله انا معلش. السلام عليكم. اخوكم ركان مطيري. نعم نعم ايه من الرياض. عمري 25 سنة. انا من الناس اللي احب مجال التمثيل ولي مشاركات في جمعية الثقافة الفنونية في الرياض. مثلت في مسلسلات ولا افلام؟ مسلسلات ممكن شباب البوم بس كان كومبارس يعني ما كان في فرصه يعني. اكثر اساسا مسرحيات. وانا من الناس اللي يحب المجال من قبل ونفس الوقت اخذتها تحدي بيني وبين نفسي لان انا من الناس اللي كان ممكن هالشيء هذا ما قلته من قبل. انا من الناس اللي كانت عندي شيء يسمى التعتع او ما يبتعتع بعد ما فهمت الموضوع اكثر. أخذت تحدي بين بنفسي أنني أواجه الجمهور. اللهم لك الحمد سويت الشيء هذا وطلعت على المسرح وكسرت الحاجز هذا وكان المسرح فل و أوكي. فاللهم لك الحمد ودخلت الحين مجال اللي هو مجال تيك توك. قبل من 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 أيام اللي هو كان اسمها ميوزيكلي. كنت أصور عاد سكتشات ومقاطع والآن خشين عاد سم. كنت تصور على الميوزك تركب على ميوزك وقبل على أيام الانستغرام. الانستغرام كانت مونتاج تركيب مقاطع. بعدين جت عاد اللي هو الميوزك اللي دخلنا مع المود تبع يعني. احنا بنقدم لك مكان تبرز فيه مواهبك هذه كلها. ممكن ربي يوفق في هذا المكان ويصبح من أكبر مصادر الدخل لك. قناة بداية قناة خرجت العدد يعني 80% من مشاهير الساحة يعني التوب فايف في المملكة من خريجي بداية. هز الله. أيوة الآن ممكن أنت تكون من التوب فايف هذولا. البداية بتقدم لك أنك تكون من التوب فايف هذولا. أنت إيش بتقدم البداية في المقابل؟ شوف يعني كتقديم لي صراحة يعني أول شيء أنا أتمنى أني أخذ الفرصة هذه. أيوة. وأعيد وأكرر أن دخلت المجال من ناحية أن أبغى أثبت نفسي في التيم تبع تيم البداية وأنا متابع لهم كثير يعني. فممكن أنا بأخذها من ناحية أن أنا المجال اللي أنا أحب اللي هو مجال التمثيل بحاول أطور الجانب هذا. وأيضا أنا يعني أسمع القصص برضو يعني. فممكن هو المجال اللي عندي انا في التيك توك الان هو يعني سرد قصص بعض القصص اللي تكون عندي. البرامج يا ركان مش اكاديميه بحته يعني. انا احس لك داخل تعتقد ان المجال اكاديمي وليس تمثيل فقط. برنامج ريالتي سوالف قصص اريحيه
ممكن الجانب الأكاديمي فيها، أو خلينا نقول التمثيل مرة في الأسبوع أو مرتين فقط، والباقي الصوت يقول عيد الكلام بعد. بالعكس يعني الناس اللي عندي في الـ في الـ أنت خارج السعودية كان يقطع ترى. أسلم تفضل يا ركان. لا لا في شوفها صوت جميل. إيه بس عيد سؤال. صدقوني مو في السعودية، مو في السعودية. والله السلام عليكم. عليكم السلام. شفت عبد الله؟ شفت؟ لا لا بس شفتي. وعليكم السلام. وعليكم السلام. شفتوا؟ لا والله في السعودية في الرياض بعد يا. أبعيد السؤال مرة ثانية عشان بسرعة. ركان أنا أقول البرنامج ليس أكاديمي فقط. بغير شوي. يعني برنامج عادي رياليتي سوالف قصص أريحية. أنا أحسك داخل تعتقد أنه أكاديمي فقط، أنه بس تمثيل وجمعية. لا لا بالعكس. إيش ممكن أنا شيء ثاني؟ لا بالعكس أنا بأخذ من جانب ثاني، جانب اللي هو التيم. و مثلا أنا من الناس اللي يحب يعني لا لا يعني ارسم البسمه بين التيم وطاقه ايجابيه ان شاء الله نكون سم وكغالو يا نبي ابي قوس ابي فك 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 ليش مره طب احنا ما احنا مش جامعه بنعطيك شهاده بكالوريوس. احنا نبغاك انت تقنعنا انك رايحي ومره حلو وعندك ذبات وعندك والله ما شاء الله وجهك مقبول ولد مزيون. لا بس حتى في محتوى لا يفاد لا تظلم في محتوى مهم بعد لا بس انا ايوه ابو عبد الله انت تطلب محتوى كنت انت توك تسال انا تقول احنا انا مش اكاديمي مو اكاديمي محتوى مو بلازم يكون دبات وضحك إيه طيب انا في نفس الوقت ما ابغى مشدود كذا في برنامج واقعي انا بطفش ابي مرات فارغ ما عندي شيء انا مره فارغ فعلا ما عندي شيء ابي مرات خبل عادي عادي بالعكس لا والله بالعكس عادي يا عيد يا الحياة حلوة كان عادي تصير خبل أصير خبل من جانب إيجابي أكيد إيه عادي وش ما علي منك من جانب إيجابي أنت تفكر من الجانب الحلو الخبل هو اللي يعيش حياته صح صح يا أحمد صح تفهم يا رجال الحياة حلوة الدنيا سهالات وبالعكس يعني أنا صراحة بأخذها من الجانب الحلو يعني اللي بفكر فيه يعني الله يوفقك ان شاء الله الله يوفقك وياك يا رب شكرا الله يسعدكم يا رب يا مرحبا يا راكب اترك شفت البلية ذا ام لي محاول اخي حاول لا 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 غير 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 السلام عليكم غير 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 هذا 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 لا لا هذا اللي ابوه زعلان عليه لا لا غير ابو زعلان انا خاف يعني لا لا نعتذر منك نعتذر منك لا معلش معلش ابوك زعلان انا اجيب ابو جاهه اذا جبته واثبت ان ما هو زعلان عليك نكمل معك اللقاء ما قدرت اصحي من النوم الحين اسمع اعطني وقت بدا ضايع كيف بدا ضايع ابوي نايم الحين شلون صحي اصلا قبل شيء جيتك قلت يبغى عندي مقابله كيف تدخلني بك انزل قال لك انقلع بكل اختصار احب اكون ادخل معكم سريع طيب حياك الله يا عادل عرفنا بنفسك انتم طيبين صبحكم الله الله يحييك علومكم طيبين الله يطول عمرك عادل انت مسوي التسريحة هذه عشان مقابلة ولا كذا دائما انت تسوي لا انا مضبط نفسي عشانك مش عشان مقابلة لا لا عشان عشانكم انتم المقابلة ولا في العاده ما انت تسرح شعرك لا يا ابن حلال من سنه لسنه تروح ممتاز يعني ممكن يشوف انه يطلع في الشاشه كذا شعره منثر ممكن ما في إشكالية ممكن لا أنا شاشتي ممكن كثير جل أنا مو واضح قادر طيب إيش جاي تقدم يعني والله يا طول عمر أنا يعني يمكن مريت حسابي وسويت نفسي مهم إنك مريت حسابي وكذا إيه أنا مريت حسابي شخصية كوميدية يعني بس عبارة عن محتوى كوميدي أنا وأبوي طالما بس أبوك ما بيكون معك في البرنامج إيه ترى حتى أنا كوميدي برا بعيدا عن أبوي يعني عادي بتمزح مع اي احد واي احد يمزح معك كيف كذا انا دخلت معكم امزح معك طيب يمكن ما يا فهد يمكن ما يتقبله لبو اخويا يمكن ما تقبلون والله انت اسمع هو فعلا انا ما عمري يعني انا اليوم العصر كنت ادور بحسابه يوم جاني حسابه ما وجدت له اي مقطع مع اي احد مجرد على العائله
ابوه اخوانه ابناء عمومته جده الله يخليه له. اللهم بس شكرا. بس ما لقيت ويا ما لقيت ناس جناب ناس غريبين ممكن زي الباقيين يضربون يا ترى ابوي يعني تقبل. طيب عطى علاقه جدد علاقه كذا مع اي شخص قدام كذا في المجلس ولا ستاره ولا جدار ولا ايش عطى كذا ثنائيه حلوه طقطق يعني في علاقه يعني كوميديا مع ستارة. اوكي انا اقصد طموحاتي بس مو ستارة يا رجل. عادل 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 يمكن الشباب يعرفونك عادل. انا ما قلت والله ما شفت لك محتوى تمام يعني يمكن اول مره قابلك. الى الان ما في شيء يخليني اقتنع فيك او اصوت لقبولك. ما 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 شفت شيء يعني. فهد يقول انت مع ابوك انت تقول ايه ابوي يمكن ما حد يقبلني يمكن تبعتنا اقنعني لا ليش انا اقبلك؟ القبول من الله طال عمرك. إيه انا عارف انه قبول من الله اكيد يعني من وين يعني من الشارع. إيه قبول من الله عادي ممكن ما اجوز لك لكن صدقني ان شاء الله. لا انت الان عندك مساحه يا عادل عطني عندك مساحه. هي انت انت بس دفني على طريق وزهري. هذا هذا الطريق اللي راح يدفك فيه. هل انت تحتاج احد يدفك عشان تمسك الطريق؟ هلا؟ هل انت تحتاج احد يدفك؟ يعني انت مثلا انا اللي لاحظت الشباب يقولون انت تقول لي قدم لي انت ايش تبي انا اقدم لك بالضبط؟ اي شيء محتوى طلع طلع شخصيه عادي. قلت لك اني رجل هيجن ولا قلت لك رجل قصيد فقط كوميديا. اي كوميديا. هل هي الكوميديا اللي عندك معتمده على الاخرين هم اللي نجحوك؟ لا انك ما تقدر تقدم محتوى لوحدك. لا بالعكس بس انه يعني ما هو انا عارف على الشخص اللي امامي في كوميديا يعني زي ما تقول ساده لكن انا افضل اللي مع الناس مع الاشخاص. يعني لوحدك ما انت بناجح كشخص؟ لا الحمد لله ناجح. حساس ترى واضح عاد لا تضغط عليه يا ابو عبد الله. لا تفضحني لا تقول قدامهم يا رجال واضح اني ازعل. كم عمرك يا عادل؟ طول عمر السلام نسيت اعرفكم على نفسي. عادل كريم العنزي من تبوك محافظه تيمه عمري 25 سنه خريج احياء. تدرس ولا موظف ولا عاطل ولا؟ لا والله خريج احياء. ما شاء الله لا ما تشتغل؟ لا بس الله يرزقنا. طيب عادل هل سم. هل خلينا نقول خلينا هو كان يقول حياك الله في محل حياك الله الشاحن يقول يا سعود نظام ثقيلي كذا اعد السؤال. اي لا انا اقول عادل افترض الان انك انت الان في سناب وقاعد تكلم ناس اقنعنا يلا عط نصيحه. يعني انا المفروض اكمل السؤال؟ باختصر لك انا عادل 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 كيف الشعور بمن علاقتك مع الكبار اكثر شيء الاباء الجد وش اللي خلاك انك يكون محتواك زي كذا وانك تسعدهم وتسعد الناس اللي وراك وش اللي وجه لك هالطريقه هذا؟ يا طول عمر السلام انا اعلم خصوصا الكبار السن ترى نادر انك ان الواحد يعني يمسك الخط معهم. اي انا فاهمك. إيه؟ ننتظر لين يرجع الرجل ولا اسلم اسلم مالك اسلم. يا طول عمر السلام انا طول عمرك ذيك اليوم جالس انا وابوي الحوش حلو فصار الموضوع. طبعا هذه علاقتي انا وابوي الحمد لله يعني من اول من قبل السوشيال ميديا حلو. فانا دائما كان متعود انا وابوي ان دائما تواصلي مع كبار السن اخوياه شيبان يوم اجي عند جدتي الله يحفظها وجدي فصرت متعمق فيهم سوالفهم. فكانت علاقتي صارت في مونة. طبعا صار في ضرب تعرف ما تجي مونة بسرعه كان سطرني لين عضيت القاع بعدين عاد صار في مونة. بعد المونة ذي انا حبيت انا عرفت اني انجزت مع ابوي انجزت عارف اسراره عارف مفاتيحه عارف كيف اضحكه. فقدمناها بالسوشيال ميديا على اساس هذه انك ما في مشكله انك تكون تغير علاقه الاب والابن ان الاب حازم قوي وانت لازم تخاف منه وتذل. فهذه اللي بغيت اوصلها لهم ان الوضع عادي مزوح وضحك وكل ما صرت اقرب لابوك تضحك تمزح معه تغير نفسيته في اشياء ما كنت اعرفها بيوم عرفتها بدقيقه. فهذه يعني هذه بدايات. يا سلام يا عادل الله يطول عمرك ويخلي لك شيبانك ويوفقك كذيبا. رايك يا عادل جميل ومميز وان شاء الله تعالى ان الله يوفقك ويسر امرك
ان الله يكتب لك اللي فيه الخير. اذا طلعنا هذه لجنه تطلع على البث هذا بيتواصلون معك باذن الله تعالى. احد على خشم حبيب عاف الله عنك يا حبيب كلك امان الله يا احد. ولد ما انتهيتوا؟ اخر واحد اخر واحد. خلينا الحين تكفى يا احمد خلينا الحين نشوت اليوم. يلا يا ولد اعطونا واحد اقسم بالله اني صار اعطونا واحد. يا اخي في واحد هنا بس ما ضبط الظاهر. الحين انتهينا والله العالم انتهينا خلاص. انت اليوم انتهينا بس يعني اللقاءات كانت تقريبا مر علينا تقريبا حدود 19 مشترك في بث مدته ساعتين. معلوم يا جماعة الخير يا من شاهدنا الآن هذا ليست هؤلاء ليسوا يعني جميع المتقدمين. احنا اجتزأنا قليل من المتقدمين بناخذ بالتيك توك. في بعض المتقدمين بيتصير لقاءاتهم على الهواء مباشرة. والله يا ولا يا ابو عبد الله اي بإذن الله تعالى عود اول 3 ايام اي والبعض الآخر بيكون تحت على في القرية. احنا نبغى طيب باقي انا يا فهد. طيب دحام ندري انا في واحد هنا اسمه دحام انا جالس احاول ارسل له بس ما يقبل والله ما يقبل ما يجي. فين دحام يا دحام ما يقبل؟ تعال تقدر تدخل بس داخل انا قد كلمت المعد يكلمك. ياسر عبر مسهلا يا مرحبا ياسر. بس دقيقه يا هل انت متقدم واحد ولا اثنين؟ انا متقدم والاخ ذا بعد متقدم. هل في موعد فهد اليوم؟ الطفل هذا يا نصور البخ. لا بالغلط لا شكرا لك ياسر نستقبلك وقت ثاني. بعد اذنك لو سمحت قبل خلاص يا نصوري. ابو معيان لا هند ابو معيان هنا؟ لا لا يا رجال ما عليك تسلم بديت روحك. انا عويضه وقدمت وتيك توك عندي شو اسمه توني مسوي الحساب اليوم وشحنت الحساب عشان يجيني متابعين ونفس الشيء ما فتح البث ومن الصبح ولا عشتي ثايره ولا بفايده لان قلت المقابله بس بلينك حق حسابك. لبيك انا ما بس ايش السبلينج حق حسابك اليوزر حق حساب والله العظيم يا حبيبنا يا حبيبنا بعد اذنك من المتقدم انت ولا هو؟ انا الحساب ذا حسابي وانا المتقدم. طيب خلاص اذا ضبط حسابك يا حبيبنا بيكلمونك الشباب. نعتذر يعني يوخر ذا خلاص. انت جاك موعد اليوم يا حبيبي يا ياسر؟ اي ياسر موعد عندنا بس ياسر سؤال ياسر. اي برسل لكم وقبلتوني وعنكم اذا ضايفين. ياسر سن هل تتوقع ان بنقبلك وانت جالس بهذه الطريقه وجالس معك واحد ولا انت مرتب؟ كيف بقبلك وانت ما رتبت نفسك في بث تيك توك في مقابله؟ كيف بتقدم لي بكره محتوى؟ تراه يقطع عندك يا كحيره. يا حبيبنا انت ما تعرف اسم مدير القناه. وطوط يا ابوها انت مقدم عليه. انا اكتفيت يا ابوها. انت عارف شو اطلع وادخل يا ياسر اطلع وادخل اطلع وادخل. يشوفوني يا ياسر يشوفوني ياسر ياسر يلا يلا بطلع وبد يلا من الشبكة. أنا زبد لي يقوم بس من الشبكة من الشبكة. أصبر خلنا أفتح لك شبكة. أصبر أصبر نسمع اصوات تسمعون انتم يا جوال يا اخوان. احمد اطلع يا عيال تسمعوني. شوك شوك خلاص ممتاز. في واحد هنا اسمه دحام يا على كل حال نلتقي به غدا باذن الله تعالى.
احنا قلنا نحن قسمنا المقابلات على ثلاث اقسام. مقابلات تقام في برنامج التيك توك بكره باذن الله تعالى، في كذلك مجموعه اشخاص بنعمل معهم مقابلات في التيك توك، بيكون معهم علي الغامدي وناصر الحربي اذا كتب الله الامر وتركي الدوسري. اليوم شكرا لابو رحيم، شكرا عبد الله، شكرا لكم متابعينا. طلعنا اليوم باثنين اخذوا قبول مباشر من عند ابو عبد الله، كانت يعني ابو عبد الله شاف القبول في وجيه الزملاء جميع وشاف رده فعلكم. ترى جميع الاراء اللي تكتبونها في الكومنت سواء عند احمد او عندي او عند سعود هذه تؤخذ بعين الاعتبار اذا كانت منطقيه. ابو عبد الله في شيء تبغى تضيفه؟ لا ابدا، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يا رب. مثل ما قلت انت هذا بس خلينا نقول جزء يبين ان المقابلات مجهده جدا متعبه، وايضا المتابعه تاخذ وقت طويل. احنا حبينا الجمهور يشاركنا، حبينا حتى ان احيانا نتعرف على هذه كتجربه جديده في المقابلات عشان المتابع ياخذ راحته واريحيته ويقدم ما عنده. اقول ان شاء الله انها تجربه جيده، وباذن الله تعالى اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يا رب. سعيد جدا انا بوجودي معكم، شكرا لكم، بيض الله وجهكم حتى لاختياركم وانا اكون معكم في اللجنه. ابو عبد الله انت وفاهم فكر اني احمد كان بدايه الان، عسى الله ان شاء الله نقدم الشيء اللي يليق في قناه بدايه ويمثلنا خير تمثيل باذن الله. ان شاء الله يوفقنا في مشروعنا الجديد في البرنامج، وانت ابو عبد الله خير مثال ما يحتاج، وحنا معك واللي تبي طال عمرك. الله يوفق ان شاء الله يا رب موفقين. لكن نشكر الاسطوره فهد، شكرا لك فهد، تستاهل ابو معيان تستاهل. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا يا رب. احنا مثل ما قلنا ان شاء الله راح تكون في مقابلات قادمه في التيك توك بكره وبعده وبعده باذن الله 4 ايام، وقريبا ان شاء الله راح يبدا برنامج ماراثون على قناه بدايه بحول الله تعالى. اتمنى لكم ان شاء الله ليله سعيده، تصبحون على خير. بالله دقيقه خلاص فهد، خلاص بكره. لا دقيقه، في واحد هنا ترى والله نحن يعني لاطعينه من اول. طيب بس ما يمديها، لازم اطلع انا الحال. خلاص خلاص ما عندي. يلا يلا اجي بنعوضها. يلا نشوفكم على خير يا جماعه بكرة الخير باذن الله تعالى. دحام المثيري موعده بكره باذن الله تعالى مع الشباب. بنشوف ايش المشكله اللي كان عنده خلل. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يلا سامح. ويجي يقدم يبى الحياة ويبى عتاش يبى، لكن أنت بعد لازم تقدم الشيء اللي وظفت عليه. هي بلعبة والله، أنا أقول أنا صادق، هذه أمانة. صوتي واضح والله، ما يهمني طال عمرك. واحد جاني قال أنت أسلوبك ليش غيرت هالفلان، ليش تسوي كذا، ليش كذا، هذه بيدخل برنامج وبيجيه من السب وبيجيه من الشتم والدعاوي وملعنة المدرسة. أنا إنسان جربت قبل هالشيء ذا، ولو ما حد جلدني في البداية ما عشت هذا الشيء الواضح. أنت طيب، إحنا بعد أطيب منك. الشخص اللي يقول هذا الشيء، أنت حساس، إحنا حساسين، لكن هذا شيء بكرة بيجيه شيء لا إله إلا الله. فنتمنى ان شاء الله ان كنا طلعنا مظهر زين قدامكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعا. شكرا لكم، شكرا على خير يا حباني انتم، مع السلامه.